فميثود 1 هي كوادراتيك ايكويشن. الميثود الاولى بالحاله هاي هي الكوادراتيك ايكويشن. كوادراتيك ايكويشن شو بعمل؟ باخذ المعادله هاي اللي موجوده هون وبعمل التعويض، بقول انه كوساين ثيتا بيساوي سكوير روت 1 ماينس ساين سكوير ثيتا. اذا عوضناها هاي هناك بصير عندي a في 1 ماينس ساين سكوير ثيتا زائد b ساين ثيتا بيساوي c. بنقل هذه على الجهه الثانيه بصير عندي 1 ماينس ساين سكوير ثيتا بيساوي c ماينس b ساين ثيتا. بنربع الطرفين بصير عندي a سكوير ماينس a سكوير ساين ثيتا بتساوي سي سكوير. لو ربعت هذا بعطيني زائد بي سكوير ساين سكوير ثيتا، وبعدين هون بصير عندي ماينس 2 بي سي ساين ثيتا. هلا بجمع كل التيرمز اللي فيهم ساين ثيتا مع بعض وبقدر انقل هذه هون بصير عندي اي سكوير زائد بي سكوير ساين سكوير ثيتا. بعدين بدي التيرم اللي فيه ساين ثيتا ماينس 2 بي سي ساين ثيتا، وبعدين بدي انقل هذه الـ A هون فبتصير عندي زائد C سكوير ماينس A سكوير، وهي كلها بتساوي زيرو. هلا هاي صارت بتشبه مين؟ بتشبه هاي المعادلة، فأنا حولتها بالتعويض اللي تخلصت من كوساين ثيتا حولتها لـ algebraic equation، فصارت عندي هذه هون ساين سكوير طبعا، ساين ثيتا بتساوي ماينس B اللي هي 2 بي سي بلس ماينس بي سكوير 4 بي سكوير سي سكوير ماينس 4 اي سي بي سي سكوير ماينس اي سكوير اي سكوير زائد بي سكوير على 2 اي اللي هي 2 اي سكوير زائد بي سكوير. طبعا ثيتا بتساوي ارك ساين الكوانتيتي الموجودة هون. هيك صارت عندي closed form ما بحاجة أحلها numerically.